عارف انت بيحصل لك كده ليه؟ هقول لك انا يا عم. اصل هي ده انتوا ده اللي انت عملته زمان في بنات الناس اتعمل فيك، لو مش هيتعمل فيك يعني في زوجتك ولا والدتك ولا مامت هيتعمل. ما هو داين تو داين، من عمل يعمل. وانت صغير قضيتها وقضيتها اكتر واكتر واكتر، بعد كده هتلاقي الكاركتر. يعني ايه الكاركتر؟ انا فاهم المشهد بيعيد نفسه. مشيت مع بنته بتاعه وعشمتها في قصه حب والدنيا، وانت الحب والتوب واللوب، وفي الاخر خدت اللي انت عايزه وقلبتها. هيتعمل فيك، في والدتك، لا اما في اختك، لا اما في زوجتك. حد منك هتزعل على نفس المشهد. هتقولي ما انا مش هتجوز، انا ما عنديش اخوات. لا يا باشا مش كده، هتعمل فيك دايم تو دايم. راعي ربنا في بنات الناس ده اول. في حاجه بقى بتضايقني الكابتن قوي، واحده متجوزه وتعرف راجل على جوزها. طب انت ما بتحبوش تطلعي منه، بس ايه المشكله؟ انت ما يصرفش عليك ويطلع عينه طول النهار ويجيب اكل وشرب، وفي الاخر تروح انت مثلا ايه تخونيه مع حد غريب مش حباه، قرفانه منه، زهقانه منه، رخم، ما بتحبوش، طلعي منه. ما انت في طلاق يعني، هو ابغض الحلال عند الله الطلاق، في طلاق. تروح يتجوز غيرك، انت تبقى على ذمته وتخونيه. طب ليه؟ وتيجي ترجع للمرجع هتلاقي الراجل برضه بيعمل كده. هي ما بتبقاش يعني، بص، الطيبين ولا الطيبات. ما ينفعش واحد يبقى كويس وابن حلال ومراته تعمل فيه كده. اكيد هو عامل حاجه، مش شرط برضه دي، اكيد عامل حاجه وحشه في حياته، بياكل حرام، عامل حاجه، واكل حق حد، فمراته ايه بتخونه من حته تانيه، يخلف ابن يطلع وحش. وحش ايه؟ ممكن يكون ابنه مثلا بيصرف كتير، فالصرف الكتير ما اكيد مش هيصرفه على مؤاخذه في سبح ومصليات وبتاع وكتب قران ومصح، يروح يصرفه في مخدرات، في سهرات، في نايطات، فاكيد الموضوع هيبقى كبير. فالموضوع لو كبر احنا مش هنعرف نلمه، ولو لميناه مش هنعرف نطبقه، لو طبقناه مش هنعرف نحطه في الدولاب. الموضوع يا جدعان اكبر مما يمكن. فهي الفكره كلها يا جدعان، راعوا ربنا في حياتكم، راعوا ربنا في كل حاجه، عشان زي ما انت ما بتحبش اللي قدامك مثلا يعني يتعمل فيك ما تعملش. يعني هي ده انتوا ده يا جماعه، فاهمين يا جماعه ولا انتوا مش معايا؟ ولا انتوا ايه مثلا؟ حبيبي يا بابا عامل ايه؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبي؟ فهمت يا صاحبي؟ فهي ايه اللي انت ما بتحبوش على نفسك؟ اللي انت ما بتحبوش على غيرك، ما تحبوش على نفسك، ما تحبوش على غيرك. انت يعني حب لاخيك كما تحب لنفسك. بدل الكراسي بمعنى اصح. ازاي؟ دلوقتي انت اختك بتقول لك مثلا ايه ده الواد ده انا عاجبني وبتاع، وانت وعايز تتكلمه عشان بتحبه، وانت ما مش راضي الكلام ده، فانت تروح تقضيها بره، هتقول انا راجل. لما هي نفس الكلام هتشوفك، هتشوفك بتتكلم في التليفون 24 ساعه، عارفه انت بتكلم مين يا عم؟ ما بتكلمش يعني الشيخ محروس، اكيد بتكلم فكيهه، اطلعي ناديها، بس هي الفكره دي كلها. فهي هتقلدك، تقول ما اخويا بيتكلم محترم قوي، ما هي هتكلم برضه باحترام. الاحترام بيجي يعني كده في الاخر بيجيب اجرام، والبرتقال والمصنع عطلان. اقول لك على حاجه، ثلاثة فصل انت لابسه، انت كشف الفصل، سلام عليكم.